تقليد عيد الفصح ببدايات المسيحية. عيد الفصح يعني كعيد فصح، والصلوات والترانيم اللي كانت ترنم فيه وما زالت، كيف خلقت، كيف توزع، كيف انتشرت؟ طبعا العيد الفصح هو العيد المحوري بالديانة المسيحية، الاحتفال بالقيامة وانتصار الحياة على الموت. كمصادر تاريخية بنعرف انه هالعيد بيحتفلوا فيه المسيحيين من القرن الثاني، ولكن من أقدم المصادر التاريخية المكتوبة اللي بتعطينا وصف دقيق للطقوس اللي بترتبط بها العيد بشكل خاص كيف كان يتم الاحتفال فيه بأورشليم بالقدس، جايينا من وراء نص كتبته حجة مسيحية إسبانية اسمها إيجيريا. هذا النص تبع إيجيريا مهم لسببين، أول شيء من حيث أنه هو من الأقدم اللي بيوصفه، اثنين بتعطينا المراحل تبع الاحتفال بالأسبوع المقدس، بخميس الأسرار، بالجمعة العظيمة، بسبت النور، وبأحد القيامة. ومنشوف أنه لحديث هلأ بكل الكنائس بعد في استمرارية لها الطريقة للاحتفال بالعيد اللي تم تطويرها بأورشليم وانتشرت بكل أرجاء المسيحية. يعني الفترة اللي اجت فيها كان بعد كم سنة تقريبا أو كم عقد من اعتراف الأمبراطورية الرومانية بالديانة المسيحية، صح. بعد 3 قرون من الاضطهاد، صح، كانت هي بالفترة اللي بالقرن الرابع اللي من بعد الإمبراطور قسطنطين سنة 313 أعطى الحرية للمسيحيين واعترف فيهم كديانة قانونية، مع تحولها تدريجيا للديانة الرسمية بنهاية القرن الرابع. يعني عندي هون القرن التأسيسي للتحول من الاضطهاد للديانة الرسمية بالإمبراطورية الرومانية، فهي عم تشهد عن بدايات تطوير هذه الطقوس.